شركة سباير، مستشارك لنجاح استثمارك وتنمية الزراعة المصرية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في معلومة إرشادية جديدة من شركة سباير. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا. قبل ما نتكلم عن موضوع يعني فراشة الموالح أو دورة الموالح، إيه رأيكم في الشكل الجميل اللي حواليا ده؟ هذا الشكل لا يمكن كان يكتمل بسم الله ما شاء الله الله أكبر إلا بمكافحة جيدة لأهم مشكلات الموالح. العائل الرئيسي لدودة الموالح أو فراشة الموالح الليمون. تخيلوا بقى إن الليمون ده كل الناس اللي حواليه مأذية بسببه، ورغم ذلك الله أكبر زي ما حضراتكم شايفين الصورة قدامنا، إزاي حمينا نفسنا من هذه المشكلة، إزاي تغلبنا عليها. كل ده هيكون معاكم بعد فاصل قصير، تابعوا. رجعنا لكم أعزائنا المشاهدين عشان نعرف إزاي نحمي الليمون الشعير ذو القيمة الاقتصادية العالية اللي بيستخدم في صناعة العطور، اللي بيستخدم في التصدير، إزاي نحمي هذه الثروة القومية من دودة الموالح. وارحب بحضرتك فندم، أهلا وسهلا، بعرف عليك. حضرتك مهندس محمد السيني. باشمهندس محمد، احنا عارفين الليمون الشعير ده حاجة غالية وحاجة بتتصدر وحاجة بتاعت عطور. تمام. وهو عائل أساسي ورئيسي لدودة الموالح. تمام. يعني الناس اللي جنبك كمان بتتأذي لما احنا النهاردة اللي قدام المنظر ده، يبقى حضرتك بذلت مجهود كبير جدا في وقاية هذا النبات. عايزين نعرف التفاصيل. محصول الليمون يعتبر محصول بيشتغل معاك على مدار السنة 12 شهر. بيكون عندك حباية مثمرة، في ظاهرة، في حباية مش مستوية، في حباية جاهزة للقطف. الليمون طبعا زي ما حضرتك ذكرت بيخش بكذا صناعه النهارده وبكذا ابتدى بيخش بكذا استخدام. المشكله عندنا هنا ان احنا كان عندنا هنا بينصاب في ذبابه بتيجي في الليمون، وللاسف في ناس ياما بتتكلم ان يقول لك لا ما فيش ذبابه، لكن الليمون لا فعلا بيجي له ذبابه. المشكله الاكبر الفراشه بتاعه الزهره اللي بتيجي في الليمون، وديت السنه اللي فاتت فعلا ضيعت اكتر من تلتين المحصول. اللي بيسموها دوت الموالح، اللي بيسموها دوت الموالح، ضيعت اكتر من تلتين المحصول. السنه اللي فاتت الناس كانت بتخشها بمنتجات ضعيفه او منتجات مش متخصصه فيها، ادت ان المحصول راح منهم من غير ما يحسوا. في ناس ما كانتش تعرف ان هي سوسه في الاساس. الحمد لله لما اشتغلنا بمنتج جون اللي هو اميدا كولابوريت 70%، الحمد لله ظبط معانا الدنيا، لان في ناس كافحت بمريد كواميدا 35% ما اداش معاهم نتيجه. الحمد لله الجون ادى معانا نتيجه تمام. بنحط عبوه احنا 35 جرام، بنحط على 100 لتر ميه. الحمد لله بعد ما فيش اصابات ظهرت، وزي ما حضرتك شايف هنا برضو في اصابه قديمه، في اصابه قديمه ميته. صحيح. وفي اصابه والزهره اللي جنبها دي الحمد لله تمام. الحمد يعني لله. يمكن اللون باين، ديت ميته بعد المعامله، وديت الزهره اللي طلعت بعد المعامله ما فيهاش اي اصابات. الحمد لله رب العالمين. وده الكيس اللي هو الاميدا كولابوريت هو المنتج الجون بتاع صغير زي ما حضراتكم شايفين. يعني الكيس بتاعنا كيس الاصفر بالعلامه الذهبي المشهوره بتاعته، وهنلاقيه التركيز 70%. مش بس الماده الخام او الماده الفعاله هي اللي كويسه، لا، كل المواد الحامله والمواد المذيبه، كل المواد اللي داخل هذا الكيس من افخر الانواع ومن اجود الانواع، بالاضافه الى كيس محترم جدا يمنع وصول الرطوبه زي ما انتم سامعين كده الى المبيد في الداخل. بننصحكم بهذا المبيد. إذا قلنا سعره بالنسبة للفعالية، لا، بالنسبة للفعالية سعره يعتبر بالنسبة للفعالية والأضرار اللي كان الفلاح بيتكبدها يعتبر سعره ببلاش. بمعنى الكلمة يعني تكلفة مطور الرش بالنسبة للعمالة أغلى من مبيد، ودي حاجة عمرها ما حصلت، حاجة في منتهى الجمال. وزي ما حضرتك شايف برضو هنا قدام حضرتك في إصابة كانت الحمد لله ميتة، وشايفين الظهر الجديد طالع الحمد لله تمام. تمام. وده دايما شعارنا في شركة سباير، جودة عالمية بأسعار محلية. بننصحكم باستخدام هذا المنتج. جاون 70% مبيد حشري يؤثر جهازي، له القدرة على اختراق أنسجة النبات والجذور، وذو خصائص انتقالية من النباتات إلى أنسجة الجذور ومن المجموعة الجذرية إلى الساق وأوراق النبات، ويستخدم لمكافحة الحشرات الثاقبة الماصة الضارة بالنبات. يحتوي الكيلو منه على 700 جرام من المادة الفعالة أميدا كولبرايد، وهو مبيد واسع المجال، قوي المفعول وممتد التأثير، وذلك للقضاء نهائيا على سلالات الآفات الحشرية المستعصية والتي اكتسبت صفة المناعة من المبيدات الأخرى مثل المن، الجاسيد، الذباب البيضاء، التريبس، صانعات الأنفاق، البق الدقيق، الحشرات القشرية، ذبابة الفاكهة، الفراش والبيض، خنفساء، وذبابة فراشة البنجر، بمعدل 30 جرام لكل 100 لتر ماء. فترة ما قبل الحصاد PHI للبطاطس والطماطم والخيار 7 أيام، لبنجر السكر 5 أيام، وللفاصوليا 3 أيام، الموالح وتفاح العنب 7 أيام،
متوفر في عبوات 35 جرام عدد 10 أكياس في العلبة الواحدة. للتواصل معنا اتصل بنا الآن على الأرقام الآتية: أرقام خدمة إدارة المبيعات، أرقام خدمة الدعم الفني وما بعد البيع، خدمة العملاء على الواتساب. تعرف علينا عبر هذه القنوات: فيسبوك، يوتيوب، تويتر، وإنستغرام. شركة سباير، منتجاتنا معادلة صعبة، جودة عالمية بأسعار محلية.